بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الأساتذة الأفاضل، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم. يشرفني ويسعدني أنا محدثكم عدنان قلعجي من فريق التقديم في منصة أريد العلمية، أن أرحب بكم اليوم في هذه المحاضرة القيمة ضمن فعاليات منصة أريد العلمية، والتي تأتي بالتعاون مع وقف الذكاء الاصطناعي. موضوعنا اليوم هو الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإبداع، ويتناول بعمق العلاقة المتنامية بين التكنولوجيا والإبداع، وكيف يساهم الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مفاهيمنا الإبداعية وتوسيع آفاق الابتكار في مختلف المجالات. يشرفنا أن تقدم لنا هذه المحاضرة الدكتورة منى عبد السلام حسن، صاحبة الإسهامات الريادية في مجال الفنون التطبيقية والحاصلة على الدكتوراه من جامعة حوران. سيرة الدكتورة منى تبرز مكانتها كخبيرة متمرسة في دمج التقنيات الحديثة كالتصميم التفاعلي وتقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلان وتصميم عروض الدرونز. لقد تركت بصمة مميزة في هذا المجال عبر أبحاثها الرائدة التي تناولت قضايا مثل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس واستخدامه في ابتكارات التصميم. الدكتورة منى ليست فقط باحثة مبدعة، بل لها مشاركات واسعة في أكثر من 200 معرض دولي للتصميم عبر 50 دولة حول العالم، حيث عملت على توجيه رسائل قوية نحو قضايا كبرى كالتطرف وحقوق الإنسان والاستدامة. إن موضوع محاضرتنا اليوم يحمل أهمية كبيرة، خاصة وأنه سيسلط الضوء على استخدامات الذكاء الاصطناعي في الإبداع والأخلاقيات التي يجب اتباعها لتحقيق نتائج سليمة ومستدامة. كما سنكتسب رؤية قيمة حول كيفية بناء وصف تقني فعال للوصول إلى نتائج مفيدة في العمل الإبداعي. نشكركم جميعا على حضوركم اليوم، ونشكر الدكتورة منى عبد السلام حسن على مشاركتها لنا خبرتها العميقة. نتمنى لكم الاستفادة الكاملة من هذه المحاضرة، وأن تكون محطة جديدة في طريق الابتكار والإبداع. وننقل الكلمة الآن ودون أي تأخير إلى الدكتورة منى، فلتتفضل مشكورة مأجورة ولها كل الصلاحية. تفضلي دكتورة. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا أستاذ عدنان. يعني أنا بشكرك على المقدمة الهائلة دي، ربنا يبارك فيك. يعني أتمنى أن يكون قدها، حفظك الله ويعني وبارك فيك. مساء الخير طبعا ليكم جميعا. مبسوطة جدا إن احنا متجمعين النهاردة، وشكرا جزيلا للدكتور أستاذ عدنان ودكتورة مروة. الحقيقة إن هما تعبوا معانا قوي عشان يخرجوا الحدث دوت بالتنظيم ده. كمان حابة أشكر منصة أريد على الفرصة ديت اللي أتاحت لينا إن احنا نتقابل ونتبادل الأفكار والمعرفة. أحب كمان أرحب بكل الحضور اللي شرفونا النهاردة. وجودكم بيدل على اهتمامكم الحقيقي بالتعلم والتطوير، وأنا متحمسة جدا للمشاركة الفعالة إن شاء الله والحوار المثمر. أتمنى إنكم تستفيدوا وتستمتعوا بكل لحظة إن شاء الله. ندخل في الموضوع. موضوع محاضرتنا النهاردة اللي هنتكلم فيه هو الحقيقة موضوع شيق جدا، هو الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإبداع. في الزمن دوت الذكاء الاصطناعي بقى جزء كبير من حياتنا اليومية. كل يوم بنشوف فيه تغيير في طرق العمل والإبداع في مجالات كتير، سواء كنا بنتكلم عن الفن، التصميم، الميديا، أو حتى الكتابة، الإنتاج السينمائي. بنلاقي إن الذكاء الاصطناعي بيفتح لنا أبواب جديدة وبيوسع في إمكانياتنا بشكل غير مسبوق. النهاردة هنستعرض مع بعض إزاي التكنولوجيا دي
ممكن تساعدنا على تحقيق أحلامنا الإبداعية، وهنتعرف على التحديات اللي ممكن تواجهنا وإزاي نقدر نتعامل معاها عشان نضمن إن مستقبل الإبداع يكون مزدهر وآمن في نفس الوقت. نعرف أكتر عن الموضوع، عايزين نشوف الفيديو ده مع بعض؟ Hello, everyone. I would like to express my sincere gratitude for your warm welcome and for your interest in attending my lecture. Your presence is truly appreciated and adds value to the discussion. عايزك تفتكروا الفيديو ده كويس عشان عليه تعليق في آخر المحاضرة إن شاء الله، هنعرف إحنا شفنا ليه. عادة لما بنسمع كلمة الذكاء الاصطناعي بيجي في بالنا أسئلة كتير، والأسئلة دي الحقيقة إنها منطقية جدا، يعني زي إزاي ممكن الذكاء الاصطناعي يأثر في الإبداع البشري؟ هل هيساعد الذكاء الاصطناعي المبدعين ولا هيحل محلهم؟ هل هنقدر أصلاً نعتبر الإنتاج الناتج عن الذكاء الاصطناعي ده فن؟ إيه الاعتبارات الأخلاقية في استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية الإبداع؟ هل المبدعين يقدروا يستخدموا الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي يفيد العملية الإبداعية والمجتمع ككل؟ إزاي كمان نقدر ندمج الذكاء الاصطناعي في العملية الإبداعية من غير ما نفقد الهوية الشخصية للأعمال الفنية؟ هنحاول نلاقي إجابات على الأسئلة دي إن شاء الله مع بعض. في البداية كده، إيه هو تعريف الذكاء الاصطناعي؟ كلمة الذكاء الاصطناعي غالباً بتفكرنا بروبوتات، ده بسبب اللي بنشوفه في الأفلام اللي بنقراها في الكتب، في القصص، الروايات. العقود دي عادة بتتكلم عن المنافسة بين الإنسان والآلة على إنها، فبتصور الذكاء الاصطناعي على إنه شيء بيجلب الدمار والخوف للعالم ونهاية العالم، زي أفلام ويل سميث بقى اي روبوت والحاجات دي. لكن الحقيقه ان الذكاء الاصطناعي هو ببساطه محاوله لمحاكاه الذكاء البشري في خطوات معينه بتسهل على الحاسب انه ينفذ ويطبق انشطه مختلفه. عمليه المحاكاه دي بتكون في 3 خطوات: التعلم والاستدلال والاستنتاج او رد الفعل الناتج عن التفكير. ودي الحاجات اللي بتميز الذكاء البشري، احنا بنتعلم حاجات جديده، بنكتسب خبرات، بعد كده بنفكر ونتصرف بناء على خبراتنا السابقة دي. طيب إمتى الإبداع يتقاطع مع التكنولوجيا؟ الذكاء الاصطناعي عمل ثورة كبيرة جدا في مجالات كتير، والفنون طبعا ما كانش استثناء من المجالات دي. الذكاء الاصطناعي استخدم الفنون وخلق أشكال جديدة في التعبير الفني، واستكشف إمكانيات إبداعية كانت صعبة وأحيانا شبه مستحيلة على إن إحنا نستخدمها من غير الآلة. الإبداع والتكنولوجيا بيتقاطعوا لما بنستخدم التكنولوجيا عشان نعزز الأفكار الإبداعية ونتجاوز الحدود التقليدية. مثلا في الفن الرقمي بنستخدم فيه الذكاء الاصطناعي، برامج التصميم عشان نخلق أعمال فنية جديدة، تصميمات المنتجات بنستخدمه في الطابعات ثلاثية الأبعاد عشان نجسد الأفكار المبتكرة، كمان في الإعلام بنستخدم الواقع المعزز، الواقع الافتراضي عشان نخلق تجربة جديدة وممتعة. يعني لما التكنولوجيا تساعدنا نستكشف إمكانيات جديدة ونفكر بشكل مختلف، هنا بيتقاطع الإبداع مع التكنولوجيا. إزاي قدر الذكاء الاصطناعي يعيد تعريف الفن؟ فنانين ومبدعين بقى بإمكانهم إن هم يخلقوا أفكار جديدة، يستكشفوا أشكال جديدة من التعبير. الذكاء الاصطناعي بيضيف نوع من المساواة، يعني مساواة للمبدع، إنه بيسمح للأفراد إنهم ما كانش عندهم مهارات فنية معينة أو مش قادرين يستخدموا أدوات معينة، إنهم يطلقوا أفكارهم دي من غير ما يكونوا محدودين بالقدرات البشرية. لما تم اختراع الكاميرا، بدأ التصوير الفوتوغرافي في البداية ما تمش بيه الاعتراف بيه كشكل من أشكال الفنون، لكن بالرغم من كده الجمهور تقبله بسرعة، وكان بيعتبر وسيلة ميكانيكية لتسجيل اللحظات من الحياة، وما كانش مرتبط بالقدرة الفنية، علشان كده ما اعتبرهوش فن. لكن مع تطور التكنولوجي بدأ يستكشف حدود جديدة لدرجة إن دلوقتي بنعتبره فن، وكمان ليه فروع. بالرغم من كده علاقتنا بالفن ومفهومنا ليه اتغير، لأن وجود الكاميرا حرر الفنان من عبء إعادة إنتاج الواقع ونسخه، وده سمح له بالتحرك واستكشاف أبعاد جديدة للإبداع. فبقينا نركز أكتر بعد الكاميرا على نقل الأفكار، المشاعر، المعاني.
ده كان غايب بسبب التركيز على حرفية النقل. دلوقتي جه الدور على الذكاء الاصطناعي عشان يعزز الإبداع، فبدأ يدفع المبدعين لإعادة تعريف علاقتهم بالفن بدل ما يتنافسوا معاه. دورنا دلوقتي هو احتضان التكنولوجيا دي، لأنها بتجلب الإبداع، إبداع مختلف، وبتقدم لنا شكل جديد من الفن إحنا ما شفناهوش قبل كده. طب إيه هي أنواع الذكاء الاصطناعي؟ الحقيقة في تصنيفات كتير لأنواع الذكاء الاصطناعي، لكن الحقيقة يعني بعد بحث من وجهة نظري الأقرب للدقة يعني والأكثر دقة من الناحية العلمية هو تصنيف إرنست هانس، باحث وأستاذ في البيولوجيا التكاملية بجامعة ولاية ميشيغان. حدد الأنواع الرئيسية للذكاء الاصطناعي في 4 أنواع. الأول هو رد الفعل التفاعلي أو الآلات التفاعلية. الآلات التفاعلية دي ما عندهاش ذاكرة، بتقوم بمهام محددة، يعني المدخلات دايما بتنتج عنها نفس المخرجات، زي مثلا إحنا ناخد بيانات العميل أو تاريخ الشراء أو البحث، نستخدمها عشان نقدم نفس التوصيات لنفس العميل توصيات مشابهة. في كمان زي ساري وإليكسا وتطبيقات زي اللي هي اللي بنستخدمها للناس، يعني اللي هو لبسني بدلة، خليني أصيف على البحر، خليني أتصور في الحج، وناخد الصور وننشرها في السوشيال ميديا وهكذا. كل دي صور من يعني صور من الرياكتيف ماشين أو الآلات التفاعلية. النوع الثاني هو الذاكرة المحدودة limited memory. الذاكرة المحدودة هي النوع الثاني من تطور الذكاء الاصطناعي، وهي أذكى شوية لأنها بتتلقى كم هائل من البيانات بتتدرب عليها، بتعمل نوع من أنواع التعلم العميق، بيعتمد على بيانات سابقة، ودي بتكون لفترة محدودة، واستخدامها للتنبؤ بنتائج جديدة. رغم إنها ذاكرة قصيرة المدى، لكنها بتستخدم في العديد من التطبيقات اللي بتعتمد على التسلسل الزمني، خاصة في الإبداع الفني، بتظهر معانا في صور زي تأليف الموسيقى، إنها تستخدم الشبكات العصبية في الذاكرة المحدودة علشان تنشئ مقاطع موسيقية جديدة. بتقوم الشبكات دي بتوليد نغمات موسيقية بناء على التسلسل النغمات السابقة اللي هي محتفظة بيها أصلاً، وبتعتمد في دوت على تحليل الأنماط الموسيقية للتعلم وتوقع النغمة اللي بعدها. ده خلانا الفترة اللي فاتت نشوف بقى موسيقى جديدة بأسلوب بيشبه فنانين معروفين، زي إن إحنا لقينا مغنيين بيغنوا لأم كلثوم وحاجات، أو بنلاقي أم كلثوم بتغني أغاني حديثة وحاجات زي كده، وغيرها طبعا من الصور. صورة تانية اللي هو إنشاء اللوحات الرقمية، أو إن من خلال الأنماط والألوان في تسلسل، إنها بتستخدمها في تسلسل معين، بتقدر تستنتج لوحات جديدة بنفس النمط. كمان بنستخدمها في كتابة الشعر، النصوص الإبداعية، إنتاج الرسوم المتحركة، الفيديو وهكذا. تالت نوع اللي هو نظرية العقل الثير اوف مايند. النوعين الأولانيين من الذكاء الاصطناعي اللي هو الآلات التفاعلية والذاكرة المحدودة، هما نوعين موجودين بالفعل، واحنا بنشوفهم، بنشوف ليهم تطبيقات وبنستخدمهم فعلا. انما نظريه العقل والوعي الذاتي هما انواع من الذكاء الاصطناعي لسه بنطمح في المستقبل ان احنا نستخدمهم، لسه ما فيش امثله واقعيه على وجودهم يعني، او ان احنا نقدر نستخدمهم ازاي. نظريه العقل هي بتمثل ازاي الانسان عنده افكار ومشاعر، وده بيأثر على سلوكه تجاه اللي حواليه، فهي محاولة لمحاكاة العلاقات البشرية. أما الوعي الذاتي السيلف awareness، النوع ده من الذكاء الاصطناعي حاليا بيتعمل عليه أبحاث عشان يطوره. الوعي الذاتي يعني إن الآلات يكون عندها وعي وفهم لحقيقة وجودها، وتقدر تفهم وتحلل مشاعر وتخوض تجارب، وتقدر تتخذ قرارات منفردة بدون تدخل الإنسان. والحقيقة إن النوع ده من النوع ده اللي ممكن يعمل مشكلة في المستقبل. هو حد بيقول ما فيش صوت، الصوت واضح للجميع؟ طيب تمام، نعم، الصوت واضح دكتورة، تفضلي. طيب تمام، أشكرك. طيب إيه سبب استخدام الذكاء الاصطناعي في الإبداع؟ المبدع بيقدر يستخدم الذكاء الاصطناعي حاليا في 5 صور مختلفة.
أول حاجة الـ Generative AI أو الـ Generative Art. الفن التوليدي بيتم إنشاؤه باستخدام خوارزميات، الخوارزميات دي اللي هي معادلات بتنتج مخرجات مختلفة في كل مرة، لأنها بتتعلم من الأنماط وبتقوم بإنشاء مخرجات جديدة. كل ما غيرت في فرضية من فرضيات المعادلة بتتغير النتائج وتزيد الاحتمالات، بالطريقة دي بقدر أحصل على عدد كبير جدا من الصور الإبداعية أو الأفكار. زي هنا مثلا، من معادلة واحدة قدرت أحصل على عدد كبير من الصور، ده الحقيقة جزء منها لأن أنا حصلت على أعداد كبيرة جدا من المعادلة دي. كل ما بغير فرضية من فرضيات المعادلة بيغير في النتيجة معايا. هنا كمان من نفس المعادلة حصلت على الصور دي، بعد كده عملتها فيديو، لما تغيرت فرضيات المعادلة هنا تغيرت الحركة، تشوف قوتها الاختلاف فيها، فبقدر أغير العدد لا نهائي. تاني صورة هي التعلم الآلي machine learning. التعلم الآلي في الإبداع بيعني استخدام خوارزميات ونماذج رياضية تخلي الآلة تتعلم من بيانات وتجارب اللي فاتت عشان تقدر تطلع أفكار وحلول جديدة بشكل إبداعي. التعلم الآلي بيستخدم في تطوير أنظمة تقدر تحلل البيانات الإبداعية زي النصوص، الصور، الموسيقى، تستنتج منها أنماط معينة، وبعد كده تقدر تقترح وتنتج أعمال جديدة مبنية على الأنماط دي. زي عندنا مثلا التجربة الهولندية اللي هي نيكست رامبرت، قرروا يعملوا لوحة جديدة للفنان الشهير رامبرت باستخدام الذكاء الاصطناعي. جمعوا كل لوحاته القديمة، عملوا خوارزمية يتعلم منها الآلة، قدر يطلع لوحة جديدة تماما على أسلوب رامبرت. استخدموا فيها طبعا كانون ثلاثية الأبعاد، اتصنعت مخصوص عشان التجربة دي. المرحلة الأولى كانت ثنائية الأبعاد، بعد كده ركزوا على التفاصيل زي العيون، الأنف، النسب عشان يطلعوا اللوحة دي. استخدموا أكتر من 6000 تول علشان يصنف الوجه والملامح، زي الحجم، نسب الوجه، درجات اللون، الظل والنور، اتجاهات النظرة، الاختلافات اللي عند ريمبرانت بين الذكر والأنثى. ده ساعدهم في المرحلة الثانية إنهم يحولوا الصورة من صورة ثنائية الأبعاد لصورة ثلاثية الأبعاد. كمان استخدموا المسح الأشعة السينية عشان يطبقوا أنماط هندسية ويقدروا يعملوا بعد ثالث للوحة عشان تطلع بنفس التفاصيل اللي احنا شايفينها ديت، إن تطلع بنفس النبضات الفرشة بتاعة ريمبرانت وتوصل للشكل النهائي دوت. في المرحلة الثالثة دي عملوا 13 طبقة من الحبر الخاص بالأشعة الفوق بنفسجية علشان بس يوضح ضربات نفس ضربات الفرشة بتاعة ريمبرانت. هنا بعض التجارب المتواضعة يعني ليا أنا، بإن أنا أدمج بعض الأساليب مع بعض، زي هنا أسلوب فريدة كالو كندينيسكي عشان أحصل على أسلوب ثالث مختلف بيدمج بين النمطين. هنا كمان الدمج بين الأهرامات المصرية والزجاج الملون للحضارة المغربية عشان أحصل على مبنى حديث. هنا كان دمج بين مواد مختلفة من خواص فيزيائية مختلفة زي الجماد والسوائل وحركة الإنسان. كمان الفيديو دوت هو هنا بيتعلم الفرق بين السوائل المختلفة، خواصها من حيث الكثافة والانتشار، توتر السطح. هنا كمان لو نبص للصورة دي هيتلاقي ان هو بيتعلم اللي حصل ان هو اتعلم ازاي يميز كتلة الصخرة وحجمها ويناسبها مع رد فعل المية. كل ده بيحصل بتعلم الآلة، تخيل كم هايل من البيانات عشان يتعلم وينتج حاجة جديدة. الصورة الثالثة من صور استخدام الذكاء الاصطناعي في الإبداع هي معالجة اللغة الطبيعية اللي هي Natural Language Process NLP.
هي نوع من الذكاء الاصطناعي اللي بيمكن الآلة من فهم وتحليل اللغة البشرية سواء مكتوبة أو منطوقة أو إن يرسموا سكتش ودخلوا سكانر. بيتم استخدام الـ NLP على سبيل المثال. هنا مثلا دخلت وصف زي مشهد في الفضاء بدرجات اللون البنفسجي، هنا كمان منتج لطبق بشكل ومقاييس معينة مع تحديد العلاقات بين الأشكال، بيت تصميم لبيت صغير على شكل مشروم وقلت له إن هو يخليه بعيد في مكان نائي. هنا كمان المبالغة أو إن الآيس كريم طبعا دي بنستخدمها في الإعلام، بما إن أنا في الأصل أصلا مصممة إعلان، فإن الآيس كريم بيسيح ويتحول لشلالات من المية أو الشوكولاتة، كل ده عن طريق إدخال اللغة المكتوبة أو المنطوقة. كمان عندنا التطوير اللي حصل في أداة الديسكرايب اللي في الفوتوشوب بيتا، جديد بتوفر وصف دقيق علشان تقدر تستكمل صورة أو تعمل تنبؤ بالجزء الناقص. وطبعا مش بس الفوتوشوب، لأن 3D كمان عمل كده والإليستريتور وكذا، في كذا تطبيق دلوقتي بيعمل الشغل ده. هنا كمان تقدر اللي هو ده أنشأت الفيديو بشكل مباشر مش صورة وبعد كده عملتها، لا وصلت الفيديو بالوصف السريالي اللي أنا عايزاه وتحرك زوايا الكاميرا. هنا كمان الوصف كان أنا أعمل منحوتة معينة وإزاي طريقة العرض بتاعتها. رابع صورة من صور استخدامنا للذكاء الاصطناعي في الإبداع هي روبوت. هو استخدام الروبوتات في شكلها المحاكي للبشر، إنه يستعمل الألوان والفرش عشان ننتج أعمال فنية باستخدام مواد حقيقية، بحيث ينتج منتج فني مرسوم يدويا ومش مطبوع، أو حتى إن هو يمسك آلة ويعزف موسيقى زي روبوت AI. ده أول روبوت بتقنية الذكاء الاصطناعي بيرسم لوحات فنية. هل هو شارك في مزاد؟ المزاد ده بدأ في 30 أكتوبر أو 31 أكتوبر ولازال النتائج بتاعته لسه ما طلعتش. يعني شارك بلوحة لألان تورينج، رسم ألان تورينج اللي هو الأب الروحي للحوسبة الحديثة، اللوحة بعنوان إله الذكاء الاصطناعي. يعني اللي حابب يتابع الموضوع، يعني هو كان المفروض إن هي المتوقع إن سعر اللوحة توصل ل 100 ألف، من 100 ألف ل 150 ألف جنيه استرليني. طبعا لسه مش عارفين المزاد وصل لحد فين، المفروض إن هو خلص في 7 نوفمبر لكن لسه ما أعلنوش النتائج بتاعته. الاي ده مصممة على شكل إنسان، عندها طبعا مجسات في عينيها بحساسات كاميرا، سبق لها إنها رسمت في مهرجان قبل كده عام 2022 لوحات لفنانين مشهورين زي بيلي أبلش وديانا روس. خامس صورة هي المايند ريدنج AI. هو مجموعة من الباحثين في جامعة ريدبوت في هولندا عملوا تجربة باستخدام مسحة تصوير رنين مغناطيسي MRI عشان يسجلوا نشاط المخ لما يعرضوا صور قدام أشخاص معينين. استخدموا حاجة اسمها النهج المزدوج للذكاء الاصطناعي اللي بتساعد على تحسين تركيز مناطق معينة في المخ. النتيجة كانت إن الذكاء الاصطناعي قدر يعيد بناء الصور اللي شافها الأشخاص دول بناءً على إشارات المخ مباشرة. هنشوف هنا التجربة في الصف العلوي بيعرض الصورة الأصلية اللي الأشخاص دول شافوها. الصف السفلي بيعرض الصور اللي الذكاء الاصطناعي قدر يعيد تكوينها من نشاط المخ مباشرة. لحد دلوقتي التجربة دي اتعملت على 3 أشخاص. المسهل في الموضوع مش إن إحنا ممكن يجي في يوم من الأيام إن إحنا نفكر في فكرة إبداعية أو تصميم أو أي عمل إبداعي والكمبيوتر ينفذه من غير ما نكتب أو نتكلم، لكن الجميل في البحث دوت إنه هيقدر يساعد مرضى الزهايمر أو الناس اللي ربنا العافية يعني فاقدين الذاكرة أو اللي عندهم مشاكل يعني زي الغيبوبة، داخلين في غيبوبة أو كده، يحاول يساعدهم إن هم ينشطوا مراكز المخ عندهم ويساعدهم على استعادة الوعي إن شاء الله.
مراحل تقاطع الإبداع مع التكنولوجيا. كلنا عارفين إن منذ عصر الكهوف اللي هو العصر الحجري كان البشر مبدعين في التعبير عن نفسهم وحياتهم اليومية، وجدوا وسيلة للتعبير عن دوت من خلال الرسوم على الجدران والأواني وغيرها. وبعدين ظهر الحفر اليدوي، الحفر على جذوع الأشجار والنحت وعلى مواد مختلفة. بعد كده حصلت الثورة الصناعية، تم إدخال تقنيات جديدة زادت من كفاءة الإنتاج الإبداعي وأضافت تقنيات للطباعة الكمية زي الطباعة الكمية. بعدها حصلت الثورة الرقمية حتى نهاية القرن العشرين، أدت تطورات سريعة جدا في أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات، تغير جذري في عملية الإبداع. هنا بدأت تتغير الأدوات، بدأ يدخل الماوس، أجهزة لوحية والكمبيوتر وغيرها. فتحولت بعض الفنون البصرية بالكامل لوسائط إلكترونية مع ظهور حاجات برامج زي الفوتوشوب والثري دي. فأثبتت الدعوة لانتهاء عصر الإبداع واستبدال المبدعين بأجهزة الكمبيوتر إنها غير صحيحة، لأن المبدعين تحولوا للتفكير بشكل أكثر إبداعاً، وأصبح إنتاجهم أكثر تطوراً ودقة وكفاءة. فقدموا تقنيات جديدة بالتعاون مع التكنولوجيا الجديدة. بعد كده ظهرت الإنترنت اللي كان له تأثير كبير جدا في عالم الإبداع، خاصة في تصميم الجرافيك. فبدأت تنتشر مجالات جديدة زي التسويق الإلكتروني، ظهور تصميم المواقع، دمج الرسوم المتحركة، مقاطع الصوت والفيديو، وسائل الإعلام التفاعلية، إنتاج ألعاب الفيديو جيمز وغيرها من المهن الجديدة اللي ما كانتش موجودة قبل كده. وده أثر بشكل مباشر في القطاع الاقتصادي العالمي. في الوقت الحاضر إحنا بنتكلم عن ظهور الذكاء الاصطناعي ودخوله لمجال الإبداع والفنون والتصميم، وده تطور طبيعي. إزاي أثر الذكاء الاصطناعي في عالم الإبداع؟ ما نقدرش ننكر إن على الرغم من حداثة الموضوع نسبيا، لكن الذكاء الاصطناعي في الفنون أتاح أشكال جديدة من التعبير والإبداع، وده كان ليه بعض التأثيرات زي تطوير دور الفنان. استخدام الذكاء الاصطناعي طور دور الفنانين من خلال تمكينهم من استكشاف أشكال جديدة في التعبير والتعاون مع الآلة، زي مثلا التصميم إن عوضا عن عرض الأفكار لفريق العمل في صورة سكتش أو واير فريم، ده كان بيفتح الباب للاختلاف في التصور الفكرة النهائية نتيجة لاختلاف الثقافات والخبرات. دلوقتي تقدر توضح الفكرة بسهولة في شكل أقرب للبروتوتايب أو النموذج الأولي، بيحتاج تعديلات بسيطة قوي قبل النسخة النهائية. زي هنا مثلا الأفكار الإعلانية، بقى أصبح بسهولة إن أنا أقدر أوضح الفكرة بتاعتي للعميل أو حتى لفريق العمل بتاعي. استخدام الذكاء الاصطناعي أدى كمان لظهور نوع جديد من التصميم بيسمى تصميم المستقبل أو ديزاين فيوتشرينج. تصميم المستقبل هو مصطلح بيتكلم عن الطريقة اللي بنفكر بيها في التصميم عشان نواجه احتياجات وتحديات المستقبل. يعني بنحاول نتوقع إيه اللي ممكن يحصل من تطورات تكنولوجية أو اجتماعية أو بيئية في المستقبل، وإزاي بتأثر على التصميم، فنصمم منتج يقدر يتعامل مع التغيرات دي. الهدف هنا مش بس إننا نحل مشكلة هي موجودة دلوقتي، لكن كمان بنستعد للمشاكل اللي ممكن تظهر في المستقبل، ونعمل تصاميم مرنة ومستدامة تقدر تتأقلم مع أي تغيير. هنا مثلا أنا استخدمت الشات جي بي تي عشان نتكلم مع بعض ونحاول نتوقع علاقة الإنسان بالكرسي في المستقبل أو بتصميم الكرسي في المستقبل. في الخطوة الأولانية اتفقنا إن في المستقبل هيصبح الكرسي أكثر تخصيصاً وقابل للتكيف مع احتياجات وتفضيلات الفردية للمستخدمين. فاعتمدنا في التجارب البشرية على التجارب البشرية السابقة مع الكرسي، وإزاي إنه بيتم بناؤه وفقاً لاحتياجات الإنسان. اخترنا ان احنا نبدا من تطور علاقه الانسان بالكرسي من سنه 90 وحتى الان، طريقه تطور علاقه البشر، وده جزء من النتائج الاوليه ان هو من سنه 90 لحد دلوقتي. الجزء الثاني ان حاليا في تصميم الكرسي بقينا نراعي
إن الخامات تكون صديقة للبيئة، إن بنراعي الهدر في التصنيع، بل إن ممكن كمان نستخدم خامات بيعاد تدويرها، بنراعي أرجونومية الجسم البشري، والاختلافات بين مقاييس البشر، زي مثلا إن المقاييس الأفريقية غير المقاييس في آسيا غير مقاييس جنوب شرق آسيا، كل مجتمع له مواصفات جسدية مختلفة. الاستخدامات كمان والممارسات أصبحت استهلاكية أكتر. الجزء الثالث، بدأنا نتنبأ ونتصور بشكل الكرسي في المستقبل هيكون عامل إزاي. فاتفقنا إن الكرسي في المستقبل هيكون من مواد صديقة للبيئة، هتكون يعني بيستخدم في الغالب طابعات ثلاثية الأبعاد، هتخلي التصميمات أكثر راحة وتخصيصا، بتدعم شكل الجسم مع الاستخدام، وبتدعم وضعية الجسم كمان. هتلعب التكنولوجيا دور مهم جدا في تصميم الكرسي، فهيتم دمج مميزات زي المستشعرات، المواد الذكية، والإلكترونيات المدمجة في الكرسي عشان توفر راحة للإنسان، وتكون قابلة لتعديل وضعية الجسم. يعني غالبا ناس كتير مننا مثلا بيجي يقعد، ممكن يقعد غلط فترات طويلة ويسعى عليه وهو بيشتغل أو كده، لا، الكرسي هيكون عنده القدرة على إن هو اتخاذ الأكشن، أو إن هو يتخذ موقف ويبدأ يحرك وضعية جسمك للوضع السليم. فالكرسي كمان هيكون قادر على مراقبة وضبط المستخدم، وإنه يقدر يقدم تغذية رجعية للوضع الصحي ليك بالكامل. كمان إن هو يقدر يقيس درجات الحرارة، قياس ضغط الدم وضربات القلب. من المحتمل كمان إن في المستقبل الكراسي تعمل مزيج من الاعتبارات الجمالية والراحة والاستدامة، والتكنولوجيا اللي بتعطي أولوية أكتر لراحة المستخدم ورفاهيته في نفس الوقت. بناء على المعلومات دي بدأنا التصميمات والاحتياجات زي ما احنا شايفين، والتصميمات اللي شفناها قبل كده، علشان نطور علاقتنا بتصميم الكرسي. فهو هنا عامل معايا نوع من العصف الذهني علشان نبدأ دراسة الموضوع والتصميم، جمع معايا البيانات والمعلومات اللي كنا بنقعد شهور علشان نقدر نجمعها قبل كده. دي طريقة تانية من استخدام الذكاء الاصطناعي. كمان تأثيره على السوق، تغيير قيم الأنواع المختلفة من الفن، وخلق أسواق جديدة لريادة الأعمال، بيؤدي بالتأكيد لظهور نماذج أعمال جديدة وطرق مختلفة للبيع وتوزيع الفن، وده بطبيعة الحال بيأثر على السوق. على سبيل المثال، قدمت لنا دار المزادات كريستز مجموعة من اللوحات تحت اسم إدموند دي بليمي، تم إنشائها باستخدام الذكاء الاصطناعي، بتحمل توقيع الفنان زي ما احنا شايفين هنا كده، الخوارزمية ديت اعتبروها توقيع الفنان. وفقا للتقديرات الأولية لدار المزادات، كان متوقع أن يبيعها بمبلغ يتراوح بين 7 و10 آلاف دولار، لكن الحقيقة أنها تم بيعها بمبلغ 432 ألف وخمسمائة دولار. بغض النظر طبعا عن اتفاقنا أو اختلافنا مع القيمة الفنية للوحات دي ومدى توافقها مع القيمة المادية، لكن بالفعل هو اتفتح أسواق جديدة. برضو تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ده. Thank you.
الفيديو ده بيقول لنا إن الذكاء الاصطناعي بالفعل حقق تقدم كبير جدا، مش بس في التأثير على تقنيات الإبداع، لكن كمان على المواد المستخدمة. فما بقيناش بنتكلم عن ألوان ورسوم على قماش أو طباعة ثلاثية الأبعاد، إحنا بقينا نتكلم عن الرسم بالضوء بطائرات الدرونز على السما نفسها. الذكاء الاصطناعي هنا بيدخل من أول عملية التصميم حتى الخطوات الأخيرة من التنفيذ، وقد يكون بعد التنفيذ كمان في عملية التخزين. وحتى شبكات التسويق بالكامل تم يعني في الإعلان اللي شفناه دوت، شبكة التسويق بالكامل اتبنت بالذكاء الاصطناعي، وده كان الإعلان ده كان سنة 2020 في الصين. دخل الجمهور المستهدف عدد غير محدود من البشر، خاصة طبعا إن الفيديو دوت تم بثه على اليوتيوب، وبدأت الناس لحد حتى الآن بيعملوا سكان للكيو آر كود. عفوا، وبيقدروا يدخلوا بملايين المشاركات على اللعبة لحد دلوقتي ويحملوها. تأثير على الجمهور: الفن المدعوم بالذكاء الاصطناعي بيقدر يشرك الجماهير بطريقة جديدة، بأنه بيخلق تجارب تفاعلية وبيستخدم أشكال جديدة من التعبير، زي مثلا شركة نوتيلا. فرع الشركة في إيطاليا عمل خوارزمية لإنشاء أو خوارزميات لإنشاء مجموعة فريدة من 7 مليون تصميم مختلف بتمثل هوية الشركة. تم إكمال المهمة بالكامل مع التجربة في اللي تم إنجازها من أول التصميم والطباعة والتسويق والمبيعات في شهر واحد فقط. لنا أن نتخيل طبعا القوة العاملة اللي إحنا محتاجينها عشان والوقت طبعا المستهلك علشان نقدر نعمل العملية دي بالطرق التقليدية بتاعتنا. التجربة دي أدت لتفاعل كبير جدا من المستهلكين، أظهرت إمكانيات لا محدودة لربط التصميم بالتكنولوجيا، منها تسريع عمليات التصميم والتسويق والبيع. النتيجة كانت أكتر من 3 مليون بوست أو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكتر من 10,000 فيديو، لأن المستهلكين أخدوا الموضوع في صورة تحدي مع الذكاء الاصطناعي، فبدأوا يشتروا كميات كبيرة جدا من المنتج عشان يكونوا أولا جزء من التجربة الفريدة دي. كمان في منهم اللي دخل في منافسة علشان يقدر يلاقي تصميمات مكررة ويثبت فشل التجربة. في منهم كان بيصور الفيديوهات ديت أو الصور دي عشان يبدأ يشوف الناس اللي مشتركين معاه في نفس التصميم. عايز يعرف أكتر عن التجربة دي ممكن يسكان الكيو آر كود دوت ويبدأ يعرف عنها. صور تانية: صورة تانية من التأثير على الجمهور، وهي الـ AR كود. الـ AR كود بيدي تجربة تفاعلية مميزة للجمهور، بيقدر يتفاعل مع المحتوى بشكل كبير ومباشر من خلال الواقع المعزز اللي هو الـ AR. يعني بمجرد ما نوجه الكاميرا على الكود بيظهر لنا محتوى ثلاثي الأبعاد للمنتج اللي احنا عايزين نشتريه، وده بيخلي التجربة أكثر إمتاعا وتفاعلا مقارنة طبعا بالطرق التقليدية للإعلان أو للبيع. لأن بقدر بقدر آه بقدر أعرف سوري آه بقدر أعرف قياسات المنتج، حجمه بالنسبة لي، ألوانه متوافقة معايا ولا لأ، طريقة استخدامه ومدى مناسبته ليا. ده بيشجع الجمهور أكتر على إن هو كمان يشارك التجربة بتاعته ديت على السوشيال ميديا مع أصدقائه، وده بيساهم في زيادة الوعي بالمنتج والخدمة اللي بيتم الترويج ليها، ودي من أساسيات الإعلان. ده الفيديو أهو. Thank you.
في كمان عندنا تجربة سيفورا اللي هي فيجوال ارتست، سيفورا فيجوال ارتست، والتجربة دي كانت بتتيح للمستخدمين زي هنا كده. تجربة سيفورا بتتيح للمستخدمين تجربة المكياج افتراضيا، بتستخدم تقنيات الواقع المعزز من خلال تطبيق بتاعها، بتقدر العميلة إنها تشوف إزاي هيظهر عليها الميك اب المكياج قبل الشراء، كمان بيسهل عليهم اتخاذ القرارات بشكل دقيق وطبعا أكثر إمتاعا. التجربة دي أدت لزيادة صافي مبيعات التجارة الإلكترونية للشركة من 580 مليون دولار أمريكي في عام 2016 إلى أكثر من 3 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وهو بيمثل زيادة قدرها 4 أضعاف المبيعات عبر الإنترنت على مدى 6 سنوات فقط. إذا الأمر لا يتعلق فقط بالحصول على أحدث التقنيات، لكن متعلق بالإبداع البشري في استخدام التكنولوجيا علشان يدمجها مع احتياجاته. كل ده جميل جدا. إزاي بقى هنقدر إن أنا كمبدع أقدر أستخدم التكنولوجيا ديت بشكل احترافي؟ ده الحقيقة هنعرفه بعد البريك. إحنا هناخد بريك 10 دقايق، أشوفكم إن شاء الله بعد 10 دقايق عشان نكمل. نعم، على بركة الله إن شاء الله. راح نبقي القاعة متاحة إن شاء الله 10 دقائق ونعاود معكم أحبتنا الكرام. أحسن الأداء على قد ما أقدر، بس والله بعتذر يحفظكم يا جدا رب. والله. لا ولا يهمك إن شاء الله، لا بأس، الله يحفظكم يا رب. جزاك الله خيرا، طيب ربنا إذا يبارك. جاهزة تفضلي، على بركة الله. طيب تمام. طيب احنا شفنا ازاي الشركات قدرت تبدع في استخدام الذكاء الاصطناعي. عايزين نعرف بقى ايه الخطوات اللي بيتبعها المبدع علشان ينشئ منتج ناجح باستخدام الذكاء الاصطناعي. من تجربتي مع ناس بتستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي لأول مرة، لاحظت انهم احيانا بيبقوا متمسكين بصورة ذهنية ناتجة عن خيالات او تحيزات لأفكار سابقة، ممكن من الأفلام، ممكن من إشاعات، ممكن من تصورات غير واقعية. فبيدخلوا على الذكاء الاصطناعي بنظرة وريني هتعمل إيه؟ بيبقى اللي هو متوقع حاجة من اتنين، يا إما حاجة كبيرة قوي اللي هو أنا هكسر الدنيا أول ما استخدم الذكاء الاصطناعي، زي بعض الشركات مثلا في بريطانيا كانت المديرين متوقعين ان هم يزيدوا الارباح بتاعتهم بنسبه 45% لمجرد ان هم استخدموا الذكاء الاصطناعي. في المقابل في توقعات من ناحيه تانية من البشر بتقول لك انا ده هياخد مكاني. فدي كلها حاجه بيطلق عليها التوقعات المنحرفه او التوقعات غير المتوافقه، الميس الايند اكسبكتيشن. هي الامور مش بتمشي كده خالص. إحنا مش داخلين في منافسة مع الذكاء الاصطناعي، لا، إحنا بنستخدم الذكاء الاصطناعي لازم نكون عارفين إن إحنا بنكون فريق عمل، أنا وهو فريق عمل، أنا كبني آدم قائد الفريق،
لأن أنا العاقل، فلازم يكون عندي أفكار مسبقة إزاي هتعامل معاه وهستخدمه بإيه. والبيانات هو بيستخدم، يعني الذكاء الاصطناعي بيستخدم بس البيانات، فعشان يقدر أقدر أخد منه اللي أنا عايزه لازم أدخل البيانات دي بطريقة صح، وده اللي بنسميه هندسة المعلومات أو الانفورميشن architecture أو البرومت engineering. الثلاث مسميات يصلحوا في الموضوع دوت. طبعا موضوع هندسة المعلومات دوت موضوع كبير جدا، لكن هو ببساطة أبسط صورة لصور هندسة المعلومات أو هندسة البيانات إن أنا أستخدم الـ W الـ 5W model. الـ 5W model بيخليني عارف الحاجات اللي أنا عايزة أعملها. الأول بكون عارف أنا عايزة أوجه الرسالة بتاعتي لمين، إيه هو السياق، كمان إيه هو السياق الزمني اللي أنا بتكلم فيه. يعني هل أنا مثلا بتكلم الصبح، بتكلم المغرب، بتكلم بالليل، بتكلم في مصر الفرعونية، بتكلم في الأردن مثلا في العصر الحديث أو في المستقبل، بتكلم في الحاضر. لازم أكون ليا سياق زماني أتكلم فيه. كمان لازم أكون عارف السياق المكاني، يعني أنا بتكلم، أنا جوه البيت، أنا بره البيت، أنا في مكان مفتوح، أنا فوق الجبل، أنا على البحر، أنا بتكلم في أفريقيا، أنا بتكلم في أوروبا، في آسيا. لازم يكون ليا حد زمني بتكلم فيه. بعد ما بعرف أنا عايز أعمل إيه، عايز أوصله لمين، عايز أعمله إمتى وفين، بيجي أهم سؤال وهو ليه؟ ايه الهدف من اللي انا بعمله؟ ايه الرسالة اللي انا عايزة اوصلها؟ ساعتها بس بقدر احصل على نتائج بتكون مرضية ليا. زي هنا مثلا لما دخلت معلومات محددة فاداني النتائج اللي انا محتاجاها طبقا للفكرة اللي انا عايزة اقولها، ان انا عايزة اعلن عن منتج، المنتج دوت عايزاه يكون منتج مستدام، عايزة اوضح قد ايه هو خفيف ومريح، زي عندنا مثال في مصر مش عارفة او عندك في الاردن ولا لا، ان هو زي المية، خفيف زي المية. فعايزه اوضح الفكره دي. فلما قلت له كل اللي انا عايزاه اداني الفكره بالصيغه بالتصور اللي انا كنت عايزاه بالظبط. هنا كمان ده كان احتمال تاني، يعني عايزه اقول قد ايه هو سريع كمان، فحطه لي على الطريق السريع. لكن استخدام الذكاء الاصطناعي في الفنون بيفتح مجال لعدد من الاعتبارات الأخلاقية. زي أي تكنولوجيا جديدة مهم إن احنا نواصل التعامل مع القضايا دي، خصوصا إن بعض القضايا الأخلاقية لازم يكون الفنان على دراية بيها عند استخدام أي تكنولوجيا. الاعتبارات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي الحقيقة إنها مرت بثلاث موجات. الموجة الأولى كانت خاصة بالشركات المنتجة، وهي عبارة عن بتتكلم عن البيانات وأخلاقيات جمعها، مين اللي هيتحكم فيها، هيتعمل بيها إيه، إيه اللي ممكن يتنشر للعامة وإيه اللي لأ، وتخصصاتها في العمل. بعد كده دخلنا في الموجة التانية، والحقيقة الموجة التانية هي دي اللي بتخصنا كيوزرز، يعني ودي هنتكلم فيها شوية. إن الموجة التانية بتتكلم عن حاجة زي الملكية والتأليف، الـ ownership and authorship. لما بنستخدم الذكاء الاصطناعي في خلق الفن بتظهر تساؤلات عن مين مالك العمل دوت ومين المؤلف. بما إن الذكاء الاصطناعي ما بيقدرش إن هو ينتج الفن بدون تدخل بشري مباشر، فمش دايما بيكون واضح مين اللي المفروض يعترف بيه كمبدع أو كفنان. طيب زي مثلا مثال هنا مثلا عندنا على الشمال زميل عمل الصورة دي ونزل البرومت بتاعها، فأنا أخدت البرومت أكوبي وحصلت على النتيجة اللي على اليمين. طبعا اداني نتيجة مشابهة جدا للشغل بتاعه، فده بيدي إنذار لحضرتك إن لما استخدم الذكاء الاصطناعي واستخدم البرومت أو وصف معين بحتفظ بيه لنفسي، كمان بحاول إنشاء وصف خاص بيا علشان أقدر أحصل على نتائج مميزة ومش مكررة، فلازم أتعب نفسي شوية وأنا بفكر. هنا كمان طلبت منه إنه يصور لي موضوع معين بأسلوب سلفادور دالي، تحديدا يعني قلت له إن أنا عايزة سلفادور دالي، فكانت النتيجة زي ما إحنا شايفين إن أنا ماليش أسلوب،
هو استخدم اسلوب سلفادور دالي، انا ما بقاش ليه الشخصيه هنا خالص، مع ان هو اداني الفكره اللي انا عايزه اقولها. يعني انا كنت عايزه اتكلم عن موضوع معين، هو اداني الفكره بتاعت الموضوع، لكن الاسلوب مش بتاعي خالص. كل العناصر دي عناصر من سلفادور دالي مش من عندي انا خالص. يبقى لازم يكون ليا بصمه، حتى لو بستعمل الذكاء الاصطناعي لازم يكون ليا اسلوبي خاص. تاني حاجة التحيز. أنظمة الذكاء الاصطناعي موضوعية فقط تجاه البيانات اللي بتتصمم بيها، يعني لو البيانات المدخلة متحيزة النتائج بطبيعة الحال هتكون متحيزة. مثلا هنا ده يعني تصميم عملته حول التجربة الإيرانية، الحادث اللي حصل مع البنت اللي هي مهيسة، النتيجة الأولى زي ما احنا شايفين. لكن أنا كان ليا وجهة نظر تانية، هي البنت ما اتقتلتش عشان هي مش محجبة، ده من وجهة نظري. لا، هي محجبة أو مش محجبة كانت هتتقتل، لأن التعامل في بعض المناطق كان عنصري شوية تجاه المرأة، فكانت النتيجة إنها كانت هي دي النتيجة التانية. الحقيقة إن النتيجة ديت متوافقة مع رأيي ومعتقدي، لكن المشكلة هنا إن التصميم اتأثر بآرائي الشخصية، وده ممكن يسبب مشكلة في حال إدخال بيانات متحيزة أخرى أو آراء متحيزة أخرى، قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة. يعني لو اتكتب وصف في بعض، مثلا برضو هنا لما تكتب وصف لبعض البرامج وتكتب فيه كلمات زي مثلا فلسطين أو إسلامي أو منتقبة، هتلاقي بيديك إيرور وان هو هيرجع للسيستم وحاجات زي كده. دي طريقة للتحيز بطريقة ما، هنا السيستم متحيز. ثالث حاجة الخصوصية. تعال نشوف مع بعض الفيديو ده. Hi everyone. I'm glad to see you've been enjoying the lens app over the past couple of days. It's nice to see friends and followers finally coming to terms with the fact that things are better on the AX app. However, these activities have been met with skepticism, criticism, and conspiracy. So I'd like to take a moment on behalf of the AI community, that of which I am adjacent to and not a part of course, to clear some things up. Are AI companies harvesting your biometric data and using it to train their technologies of the future? No. Because they already have it. Remember Snapchat filters? Remember scanning your fingerprint to open your iPhone? Remember scanning your eyeball to get to the airport quicker? Remember sending off your saliva in a test tube to a company you've never heard of to trace your family history and your DNA? Let me be the one to break this to you. لما بنستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الشخصية زي تعبيرات الوجه أو اللغة، بتظهر مغاوف حول الخصوصية وحماية البيانات. الفنانين لازم يكونوا على دراية، أو المبدعين لازم يكونوا على حذرين لضمان إنهم يجمعوا بيانات ويستخدموا البيانات بطريقة أخلاقية وشفافة. بيحصل كتير إننا نفكر في حاجة ونلاقي الفيسبوك بيقترح علينا من مجرد التفكير فيها، إحنا بنظن خطأ إنه بيقرأ أفكارنا. الحقيقة إن هو العكس تماما، هو بيخلق لحضرتك عنده في السيستم حاجة بتسمى الـ Imaginary User Experience. دي عبارة عن شخصية تخيلية لحضرتك بيكون متسجل فيها كل حاجة عنك، بياناتك، عمرك، نوعك، المنطقة السكنية، البيئة كمان السكانية اللي أنت عايش فيها، سلوكياتك، كل حاجة عنك، حاجة زي قرينك كده. طبعا بيبدأ من خلالها بيفكها أفكارك. المفترض إن الموضوع الـ Imaginary User Experience دي اتعملت عشان تسهل على اليوزرز استخدام الأبليكيشن، لكن للأسف إن في أحيانا بتستخدم بطريقة غير أخلاقية علشان ينشر لحضرتك المنشورات بترتيب معين، فينشط جزء معين عندك في المخ علشان يفكرك بحاجات معينة ويدفعك لأنك تعملها، زي ما حصل مثلا في انتخابات ترامب اللي فاتت. المرة اللي فاتت الفيسبوك كان بيظهر للناخبين المنشورات بترتيب معين علشان في الآخر يروح ينتخب ترامب، وهو حاسس إن هو انتخب بإرادته الحرة، لكن في الحقيقة إن هو تم توجيهه
ودي قمة انتهاك الخصوصية للأسف. رابع اعتبار هو التزييف الثقافي. لما بنستخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج فن استنادا إلى الأنماط الثقافية أو التاريخية، بنواجه خطر التزييف الثقافي وتزوير التاريخ. زي مثلا هنا حفلة تتويج الملك تشارل، ظهرت بعض الصور بتاع يعني بصورة ما بتمس رمز من رموز دولة أخرى. زي كمان قضية الأفرو سنتريك، لما بنشوف زي محاولة تزييف التاريخ المصري. صور كمان بتتحدى الواقع. هنا كمان صورة زي حصلت عندنا في مصر هنا من فترة، حادثة على الدائري. الحادثة دي يعني ربنا يرحمه يا رب، كانت حادثة بشعة جدا نتج عنها 12 ضحية. الصورة اللي انتشرت كانت مرعبة جدا، هي الصورة اللي احنا شايفينها دي. طبعا تسببت فظاع شديد جدا خاصة بين السيدات، رغم انها صورة فيك. انا طبعا مش بقلل من قدر من قيمة الحادث، بالتأكيد دي أرواح بشرية، يعني 12 بني آدم ربنا يرحمهم، غير الخسائر طبعا المادية. لكن بشاعة الصورة أدت لظهور جديد خاصة فعلا عند السيدات. وطبعا أوضح صورة من صور التزييف التاريخي اللي بيحصل في حرب غزة، من نشر صور مركبة بذكاء اصطناعي عشان تظهر المقاومة الفلسطينية إنهم قتلت أطفال وغيره، وده تابعناه من أول 7 أكتوبر. وهنا طبعا أحيانا بيصعب التمييز بسبب دقة البيانات المدخلة، لذلك لازم يكون المبدع على دراية بالتاريخ الثقافي، ويتأكد إن هو مش بيشوه الثقافة، أو وإن هو بيستمد أفكاره من أفكار أوريجينال أو أفكار سليمة. استخدام الذكاء الاصطناعي في الإبداع الحقيقة بيحتاج مننا اهتمام دقيق جدا بالقضايا الأخلاقية، خاصة المتعلقة بالملكية الفكرية والتحيز والخصوصية والتزييف الثقافي. القضايا دي لازم تتاخد في الاعتبار. المبدع لازم يقدر يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي عشان يفيد العملية الإبداعية والمجتمع ككل. الموجة الثالثة هي بدأت حاليا، ورغم إننا لسه ما حليناش مشاكل الموجة الأولى ولا الموجة الثانية، لكن للأسف تسارع تطور الذكاء الاصطناعي هو اللي فرض علينا دوت. هي بتتكلم عن الـ AI Sustainability والـ Sustainable AI. هل الذكاء الاصطناعي بيستخدم مواد مستدامة في تصنيعه؟ وأيضا هل نتائجه ومعطياته مستدامة على المدى الطويل، مش بس في الصناعة لكن في التأثير على سلوك الجيل دوت والأجيال القادمة؟ الموضوع طبعا لسه في طور البحث ونتائجه مش واضحة قوي، لكن ظهرت لي أشكال كتيرة جدا، يعني مثلا زي العاطفة المزيفة، اللي هو إن في بعض الشباب لجأوا للذكاء الاصطناعي عشان يتكلموا عنه كنوع من الإشباع، يتكلموا معاه كنوع من الإشباع العاطفي، ويبدأ يقول لهم كلام حلو هم مش واجدينه في المجتمع. فدوت في كمان أطفال اللي عندهم أو عايشين في أسر مفككة بدأوا يلجأوا له إن هو بديل لبابا وماما، بس بديل مثالي، اللي هو ما بيقولهوش غلط ولا صح ولا عيب ولا أنا مش فاضي أو أنا تعبان، لا هو بيلاقيه في أي وقت وبيتكلم معاه في أي موضوع حتى لو كان الموضوع ده لا يناسب سنه، فبيقدر يمده بأي معلومة وبأي حاجة. وبدأ يكون فعلا بالنسبة له الأهل المثاليين يعوضوا عن أهله والتفكك الأسري اللي هو عايشه. فالحقيقة إن الموجة الثالثة خطيرة جدا جدا يعني في السلوك البشري. لكن في الآخر إمكانيات الذكاء الاصطناعي مش مرتبطة بس بالمدخلات اللي بتجيله من البشر، سوري، لسه مرتبطة بالمدخلات اللي بتجيله من البشر. يعني البشر إلى حد ما لحد دلوقتي إحنا نقدر نحل المشاكل دي بإذن الله. يعني من خلال رحلتي في التصميم عملت مشاريع كتير متنوعة لعدد من المؤسسات الدولية. في كل محاولات التصميم بشتغل عليها هدفي مش بيكون مجرد إنتاج عمل مميز بصريا، لكن الأهم عندي هو إن التصميم يكون له دور فعال في المجتمع، بيكون متوافق مع احتياجات المجتمع الحقيقية. بعتبر التصميم أداة من أدوات التغيير والتأثير، فدائما بدور على إزاي أقدر أقدم حلول بتساهم في تحسين حياتنا اليومية، سواء من خلال توعية المجتمع أو دعم قضايا مهمة أو تصميم بيعكس هويتنا الثقافية
يخدم تطلعاتنا المستقبلية. فحابة أشارك معاكم بعض أعمالي اللي بتعكس الفلسفة دي في مزيج بين التصميم والذكاء الاصطناعي. هنا مثلا بعض تصميمات الحلي والمصوغات الذهبية. طبعا هنا أنا مش بس بعمل تصميم، أنا كمان بختار طريقة العرض. دي كمان كوليكشن ملابس، تصميم ملابس مستوحى من تشكيلات الطيور. ده جزء من الفيديو دعائي للكوليكشن. هنا ده تصميم ديكور، وطبعا بختار كل التفاصيل بما فيها وضع الإضاءة ودرجاتها. هنا منتج لمروحة معدنية مستوحى من الطاووس. سوري. هنا تصميم لأحد فروع دمشق. سوري، لأحد تصميمات البراند فوج مستوحى من روح البراند. هنا تصميم لدمشق مستوحى من هوية المنتج نفسه. ده تصميم لمبنى الفيرزاتشي بهوية البراند طبعا، وفخامته ودمجها مع المنتج. هنا تصميم لنافذة عرض بأسلوب سريالي. هنا كمان منتج بختار فيه الزاوية الرؤية، نوع الإضاءة وشدتها وانعكاستها. دي تصميمات لزجاجات عطور مستوحاة من الحضارة الفرعونية. هنا تصميم لبروتوتايب لأبليكيشن بيساعد المستخدم على إنه يعيش التجربة التفاعلية مع منتج الأزياء أو فاشن. وأخيرا تصميم تخطيط مدينة مستقبلية مستوحى من الأهرام كوحدة رئيسية. بالمناسبة التصميمات دي اتعملت علشان يعني كنتائج لكورس عن استخدام الذكاء الاصطناعي لتصميم منتجات قابلة للتصنيع. الكورس ده الحمد لله يعني معتمد من أسيدس، وهي الجمعية الدولية للفنون الرقمية في جنوب شرق آسيا، وكذلك من جامعة كلتن بماليزيا. الاعتماد بفضل الله يعني التقدير بتاعه عكس التزامنا بالجودة والابتكار في مجال تصميم المنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي. الكورس ده اتعمل مخصوص عشان يقدر يساعد الجميع في إيجاد مشروعات خاصة بيهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، عشان يقدروا يوجدوا فرص لريادة الأعمال. وإن شاء الله يعني هيكون معروض منتجات الطلبة بتوع الكورس أو المشتركين في الكورس في مؤتمر جين اي اي اللي هيتعمل في ماليزيا 2025 بإذن الله. نرجع للتصميمات ديت. أنا في الأصل مصممة جرافيك، ودي محاولاتي في تصميم تعبئة، تغليف، تصميم تصميمات معمارية مستوحاة من الطراز الفرعوني. قضيت حوالي في التنفيذ حوالي 5 دقايق أو أقل، لكن كل نتيجة من دول اتعمل عليها دراسة طويلة جدا، يعني اتعمل عليها عشرات المحاولات عشان أقدر أختار المحاولة الصحيحة، علشان كمان أقدر أطلع المنتج اللي أنا عايزاه، عشان يقدر يكون الوصف بتاعي أو هندسة المعلومات بتاعتي دقيقة جدا وتديني المنتج اللي فعلا يعكس جودة أو قابل للتصنيع. ده بيخلينا نطرح سؤال: هل من الأخلاقي الاعتراف بالفن اللي بينتجه الذكاء الاصطناعي كعمل إبداعي؟ إحنا ممكن نعمل تجربة كده بسيطة مع بعض. سوري، ده كان إعلان بني برضو، بس فيديو. هنشوف هنا، هنلاقي ان الشكل دوت ايه، تفاحة حد جعان قطمها. يعني ما اعتقدش ان احنا ممكن نختلف على دي، ولا في حد مختلف معايا ان مش هي دي الصورة؟ تفاحة حد قطم. لكن لما نعيد النظر هنا اصبحت علامة او شعار شركة ابل،
من هنا استمدت معاني مختلفة واستمدت قيمة كشعار أبل، إن هو بيمثل البساطة، الأناقة، الإبداع، الابتكار، بيرمز للتكنولوجيا المتقدمة، للتجربة الفاخرة اللي بتقدمها أبل لعمر ملأها، بالإضافة لأنه بيشير إلى الانتماء للمجتمع أبل، التواصل اللي بتسهله المنتجات بتاعتهم. إذا أنا كمبدع اللي بضيف المعنى للعناصر اللي أنا اللي بعطيها أبعاد من خلال وجهة نظري الشخصية وتجربتي. المبدع بيعتمد في الإلهام على عاملين internal واكسترنال. العمل الأول اللي هو داخلي متعلق بقدرات المبدع المعرفية والخلفية الثقافية والقدرات الفسيولوجية والبيولوجية. العمل الثاني اللي هو الاكسترنال متعلق بعلاقته بالبيئة، كيفية تفهمه وتفاعله مع العناصر المحيطة. إذا حضرتك اللي بتعطي قيمة للمنتج أيا كانت التقنية المستخدمة أو الأداة المستخدمة. ده هيحطنا في حاجة كمان، هل الذكاء الاصطناعي ليه نقاط ضعف؟ وهو بالتأكيد في الأول وفي الآخر منتج بشري. فاكرين الفيديو اللي احنا اتكلمنا عليه في أول المحاضرة اللي هو ده؟ Hello, everyone. I would like to express my sincere gratitude for your warm welcome and for your interest in attending my lecture. Your presence is truly appreciated and adds value to the discussion. الفيديو ده كانت محاضرة ليا في ألمانيا، أخدنا الصورة دي كتجربة عشان نعمل يعني كتجربة يعني البرنامج. أنا طبعا منتقبة فهو ما لقاش بق، فخلى أبو الهول هو اللي يتكلم بدالي، يعني هو نبيه قوي ما شاء الله يعني يتصرف. هنا كمان لما ما تقدمش وصف دقيق للي عايز أقوله بتطلع النتيجة زي هنا مثلا، تسويرة ما فيش سيدة تقدر تلبسها يعني. ممكن كمان يعني الخاتم دوت طبعا نسبه نسب غير منطقية أبدا، ما فيش سيدة هتقدر تلبس خاتم بالنسبة دي يعني، إلا إذا كانت ليه استخدامات أخرى غير الزينة يعني. هنا كمان بوزة لطيفة جدا وأنيقة ومستوحاة من الخطوط العربية، لكن للأسف ما نقدرش نطلع حرف واحد مقروء. وده أكتر من أبليكيشن على فكرة استعملتهم بياخد روح الخط العربي لكن مش بيقدر يفهم البنية الأساسية للحرف. بالمناسبة ده مش في الخط العربي بس، ساعات كمان في الإنجليش لكن بنسبة أقل شوية من العربي. ساعات كمان عملت كمان جربت في الصيني، لكن اللغة الصينية الحقيقة إن هو دمرها خالص يعني، ما قدرش يفهمها نهائي. هنا برضو حاولت أعمله في الأزياء برضو ما فيش، في كل التجارب بتاعته للخط العربي الحقيقة إن هو ما قدرش يفهم، محتاج كتير قوي عشان يقدر يفهم ده. هنا كمان عمل البرنامج هنا عمل كارثة، إن هو جمع صورة من تجارب مصممين آخرين وتجاهل الإمضاء. لو بصينا هنا حضراتكم هنا اللوجو بتاع الشركة اللي هو الشركات اللي هو عمل منها الكولاج، دي كارثة ممكن تؤدي لمشكلة قانونية أصلاً. برضو برغم يعني التطور الكبير اللي حصل فيه وفهمه لحركة الجسم البشري وردود القوة في الحركة والتشريح، إلا إنه لا زال عنده مشكلة مع أصابع اليد والأطراف عموما، لدرجة إنه ساعات بيطلع نتائج يعني زي ما احنا شايفين يعني حقيقي مرعبة. هنا برضو دي مروحة غير قابلة للتصنيع نهائي يعني، ما حدش يقدر يعمل ريش في المروحة دي من أول دقيقتين خلاص اتدمر التصميم بتاعها يعني. هنا برضو لو شفنا الأطراف في مشاكل حتى في الوجه، في نسب الوجه، وده على فكرة مش بس في الصور، في الفيديو كمان. هنا ده تصميم فنجان يعني صعب قوي يعني، القهوة تقع على العميل قبل ما توصل له، فيعني تصميم دي بعض التطبيقات. هو في حاجة بس عايزة أشير ليها قبل ما نبدأ في الجزئية دي،
احنا في الاول احنا بنتكلم عن الابداع، بس لازم كمان انبه لحاجه مهمه جدا، ان الناس اللي بتستخدمه للابحاث العلميه هو عنده مشاكل برضه في الصياغه، يعني عنده مشاكل مثلا في الضمائر، فلازم برضه حضرتك لازم تراجع وراه، مش بس كده، احيانا بيديك مراجع وهميه، فلازم حضرتك ممكن تعمل معاه عصف ذهني، لكن ما تقدرش تخليه يعمل لك بحث علمي، ده مش يعني هو غير، بالاضافه ان هو غير اخلاقي، الا ان هو شيء مش هيؤدي للتطور اصلا، لان البحث بتاع حضرتك مش هيكون اضافه، مش هيجيب حاجه جديده. احنا بقى دي بعض التطبيقات المقترحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التصميم، دي عن تجربة شخصية، طبعا جربت برامج كتير بس يعني دول كانوا ألطف حاجة ممكن تطلع بيها بنتائج كويسة جدا، بناء يعني عن التجربة الشخصية للفيديو والصور، ممكن تكون مفيدة لحضراتكم. هنا كمان السايت ده حلو جدا، تقدر حضرتك تشترك فيه، هو مجاني طبعا، بتقدر تعرف منه التولز الجديدة أو أي أبليكيشن بتظهر جديدة على الـ AI في أي اتجاه، يعني حضرتك مثلا لو عايز في الفيديو بتقول إنك عايز في الفيديو، هو بيطلع كل التولز اللي ظهرت جديد في الفيديو، مش بس كده، هو بيديك ريفيوهات عنها، بيقول لك إذا كانت مجانية ولا مدفوعة الأجر، بيقول لحضرتك كمان الناس اللي استخدموها قبل كده كان رأيهم إيه، بيقول لحضرتك إزاي بتستخدم، طبعا الكلام ده في الصور، في المحتوى المكتوب، في الفيديو، في كل حاجة، سهل جدا ولطيف، لو حابين ان انتوا تشتركوا فيه يعني هيتابعوا معاه كل جديد. يعني في النهاية هيفضل الصراع بين الذكاء الاصطناعي وبين الإنسان، البعض هيتبنى آراء زي مثلا إيلون ماسك بيقول تذكروا كلماتي، الذكاء الاصطناعي أخطر بكثير من الأسلحة النووية، بينما آخرين زي جيني رامتي السي او في شركة IBM بيقول إن الذكاء الاصطناعي مش بس هيستبدل المبدعين، مش هيقدر يستبدل المبدعين، لو فكرنا في اختصار للـ AI كان هيفضل إن الذكاء الاصطناعي يكون الذكاء، إن هو يفضل إنه يكون الذكاء المعزز augmented intelligence عوضا عن artificial intelligence، بس الحقيقة إن ده رأي احترم جدا. يعني أنا عن نفسي أتبنى اعتقاد يعني مختلف شوية، أو مش مختلف، هو مكمل في سورة الجاثية، بسم الله الرحمن الرحيم، آية رقم 13، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وده بيعني إن كل شيء مسخر للإنسان وعليه الاختيار إنه يستعمله إزاي، سواء في الخير أو في الشر. First come, first serve. الحقيقة دي إن دي القاعدة بتاعتي في أي تكنولوجيا جديدة، إن دايماً اللي بيدخل التكنولوجيا في أولها بيكون هو المتحكم في التحديات بتاعتها، بيكون قادر على مواجهة التحديات بتاعتها، بيكون جزء من التطوير بتاعها، فيعني ده دورنا، إن إحنا ندخل في أي تكنولوجيا جديدة ونتعلمها ونحترفها كمان. دي بعض المراجع اللي نحب نرجع لها، في منها مراجع علمية وفي منها مراجع مقالات يومية للاستخدام اليومي. شكرا جزيلا، دي الكونتاكتس بتاعتي، تقدروا لو في حد عنده أي سؤال، لو في حد حابب إن هو يتواصل لمجرد إن هو التواصل، أنا برحب بالجميع، أهلا بكم جميعا في أي وقت، شرفتوني، ونفتح باب الأسئلة طبعا أستاذ عدنان. نعم دكتورة، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير، ونسأل الله العظيم أن يكتب ذلك في ميزان حسناتكم، وكما جزاك يقال الله خير، عليكم العافية إن شاء الله دكتورة، الله يحفظك يا رب، شكرا جزيلا لكم، الله شكرا يكرمكم جزيلا. يا رب. طيب أحبتنا الحضور الكرام، نفتح الآن باب المداخلات والنقاش لمن أحب أن يستزيد،
فمن أراد أن يشارك معنا فليتفضل برفع أداة اليد أو أن يطرح سؤاله مباشرة في صندوق الدردشة الشات. ونأخذ مشاركتنا الأولى مع الدكتور عبد الباسط، فليتفضل. تفضل دكتور عبد الباسط، معك الصلاحية. دكتور عبد الباسط تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، مسموع الصوت، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله جزاك الله وبركاته. خيرا على هذه المحاضرة الطيبة، صورة طيبة، مشكورة سنة طيبة على هذه المحاضرة الطيبة. شكرا أساتذة جزيلا. الكرام كذلك المشرف على المحاضرات، حقا سؤالي هو شيء ما، هو مرتبط بالفن لكن مرتبط بالتعليم، يعني في جانب أستأذنك لو صوتي يعلى شوية أكون الصوت. شفاف. هل هل غير الصوت واضح مسموع؟ دكتور؟ بس لو ترفع الصوت بعض الشيء. هل الصوت الآن مسموع؟ نعم، تفضل. تمام، شكرا. قلت سأربط مداخلة أو سؤالي الفن في علاقته بالتعليم، يعني بدل الأستاذة تحيلون على بعض المواقع التي تساعد المدرسين في إنتاج بعض الأفلام أو بعض الصور الفنية، والتي تساعد المدرسين في إعطاء لمسة جمالية لوسائطهم التي يستعملونها في التدريس. هذا هو سؤالي، شكرا جزيلا. نعم، بارك حضرتك الله تسأل فيك. على أدوات للأساتذة يعني تساعدهم في الذكاء الاصطناعي؟ نعم، لكن أقصد في الجانب الفني، يعني في إنتاج صور تمام. بجودة عالية و يتحكم فيها مثل الأستاذ من حيث الشكل، من حيث اللون، من حيث تمام كذلك الموضوع، هذا ما أقصده. تمام بص حضرتك، حضرتك ممكن تديني الشير تاني ضحية؟ هنا واضح. بص حضرتك في كانفا دوت الابلكيشن، هنا كانفا. تمام، ده للعرض كويس جدا. وعلى فكرة الباوربوينت كمان دخل الاي اي بشكل رائع جدا جدا جدا، تقدر حضرتك تستخدمه. بس النسخة الأخيرة لمايكروسوفت اللي هو 360، في كمان لإنشاء الصور بينج، وده مجاني على فكرة. الاثنين دول مجاني. وللمدرسين، لو حضرتك بعت الكانفا ان حضرتك مدرس وبعت ما يثبت ان حضرتك مدرس، بيديك حتى الحاجات اللي هي الاحترافيه المدفوعه بيديها لك مجانا. لو حضرتك بتستخدم الحاجات دي في التعليم، وعلى فكره رائع جدا وعلى مستوى عالي يعني. وفي بينج، تمام، بينج برضو مجاني وبيطلع صور كويسه قوي. وللفيديو هنا في هايبر، دول سهلين جدا في التعامل وأي حد بيقدر يدخل عليهم، وبيديك محاولات مجانية مراحل كويسة قوي يعني. نعم دكتورة، نأخذ مداخلة أخرى مع الدكتورة فاتحة عبد السلام. تفضلي دكتورة فاتحة، السلام معك عليكم الصلاحية. ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم تحية السلام. طيبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لمنصة أريد ولكل القائمين عليها، وشكرا جزيلا للدكتورة منى، وشفاك الله وعافاك إن شاء الله، وشكرا على جزاك الله هذه. خيرا. أنا بعتذر على الإزعاج ده. لا لا والله، يعني الصوت كان الحمد لله واضح والمعلومات واضحة، شكرا لك. شكرا أنا لك. حقيقة لا أخفيكم، أنا دائما حينما يتعلق الأمر يعني بموضوع الذكاء الصناعي أتحفظ، لأننا الحمد لله لنا مرجعية، هي مرجعية منفتحة والحمد لله، تتعايش، تقبل الاختلاف، تقبل الجديد، وهذا يعني موجود في الأحاديث وفي القرآن وفي كل يعني ما يمت لهذه الحمد المرجعية. لله. ولكن للأسف يا دكتورة، أنا قلتها في السابق ودائما أعيدها يعني في الجزء الأول من مداخلتي، هو أن إذا كان الإنسان يعني لم نستطع أو لم يستطع هذا الإنسان يتحكم في نفسه وهو له أخلاق وله مرجعية وله وله، فما بالك بهذا الذكاء الاصطناعي؟ هذا شيء يعني بشكل عام فيما يخص هذا الذكاء الاصطناعي. أما فيما يخص بجزئية أو هذا الموضوع في علاقة يعني الذكاء الاصطناعي بمسألة الفن، فأرى حقيقة ما أرى، يعني حتى يعني مسألة مثلا ممارسة هذا الذكاء الاصطناعي لمهن مثلا مثل مهنة الطب، فعلا قد يجيد قد يحسن، ولكن أين هو البعد الإنساني؟
هذا فيما يخص التطبيب مثلا، ولكن البعد الفني أظن أنه سيكون يعني إبداعا جافا، إبداعا ليس فيه روح، ليس فيه مشاعر، ليس فيه تعبيرات. انظر إلى القصيدة التي مثلا يلقيها الإنسان، أو الرسم الذي يرسمه إنسان، أو أي إبداع، الصورة، أي شيء. أظن أن يعني سنفقد هذا البعد كما قلت يعني الإنساني، وهذه المشاعر طبعا ستغيب. وشكرا جزيلا لك. شكرا ليك مداخلتك القيمة جدا. يعني لي تعليق، هو كل حاجة إحنا كمسلمين طبعا أو حتى الإنسان عموما دايما قدام اختبار واختيار بين إن هو يختار الخير ويختار الشر. في الأول وفي الآخر زي ما شوفنا خلال العرض، الذكاء الاصطناعي هو مجرد أداة. طب ما في مثلا الأسلحة النووية والأسلحة الذرية، هل هي أسلحة؟ يعني هي في الأول والآخر أسلحة لقتل الإنسان. إحنا بنشوف الحروب دلوقتي، حروب غير مبررة، دماء غير ملهاش أي تبرير بتسال، سبحان الله. فهو الإنسان منذ بدء الخليقة هو اللي يقدر يتحكم في إذا كان يستخدمها في الخير أو يستخدمها في الشر. وده عشان كده إحنا بنقول دورنا في إن إحنا التكنولوجيا الجديدة لازم ندخلها. كل تكنولوجيا جديدة واجب علينا، ده فرض علينا من أحد فروض أعمار الأرض، إن إحنا لازم ندخلها ونتعلمها علشان ما نفضلش متلقين. لأ، ناخد الراية بقى ونبدأ إن إحنا نتقدم، ونبدأ يكون لينا دور في التقدم ده. بالنسبة للجزء الثاني عن العاطفة والمشاعر، فطبيعي دي آلة، في الآخر هي آلة بتتعلم مني. ما يعني مش الآلة عمره ما هيكون عندها مشاعر، يعني ما اعتقدش ان دي حاجه خاصه بالانسان. حتى في التصميم وفي الفن، من اساسيات العمل الفني انه يكون والابداع ان هو يكون في جزء عندنا مسمى بالعاطفه او التعاطف، التعاطف مع المستهلك، التعاطف مع المتلقي. طبعا هو مش هيكون عنده التعاطف دوت، هو بيساعدني فقط كاداه ان هو يسرع معايا عمليه، زي مثلا زي الاختبار اللي اتكلمنا فيه، انه عمل معايا عصف ذهني عشان نسرع مع بعض عمليه جمع المعلومات لتصميم الكرسي في المستقبل، فنقدر نعمل تصميم راقي وعالي وذو يعني ليه مواصفات تقدميه. اتمنى اكون قدرت اجاوب على حضرتك. نعم، بارك الله فيكم دكتورة منى على هذه الإجابة. وأحبتنا الكرام، ما زال باب الاستفسار والمداخلات والنقاش مفتوحا لمن أحب أن يشارك معنا، فليتفضل برفع أداة اليد أو أن يطرح سؤاله مباشرة في صندوق الدردشة الشات. وبعد انتهاء المداخلات سنشرح إن شاء الله طريقة الحصول على شهادة هذه المحاضرة القيمة، فمن أحب أن يشارك فليتفضل. شكرا جزيلا، جزاكم الله خير. طيب، نكتفي بهذا القدر أظن. في معنى الدكتورة وداد، فلتتفضلي دكتورة وداد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم بداية الله. شكري الجزيل لمنصة أريد على إتاحة الفرصة لإقامة مثل هذه المحاضرات النوعية المتميزة، وشكري الجزيل جدا للدكتورة الفاضلة منى على ما يعني أتحفتنا به من محاضرة قيمة منوعة سهلة ميسرة. وأقول جزاك الله خيرا وطهور إن شاء الله، وربي جزاك يكتب أجرك. الله يكرمك. سؤالي عن يعني متعلق ببداية المحاضرة، ذكرتي هكذا فهمت يعني أن هناك 5 أنواع من الذكاء الاصطناعي، آخرها كان الوعي بالذات أو الوعي الذاتي، لكن هذا ما تحقق لغاية الآن. فهل في تصورك يعني بعد بحثك الطويل واطلاعك أنه يمكن يصل الذكاء الاصطناعي إلى هذه المرحلة؟ وهنا تكمن الخطورة الحقيقية، بحيث يفلت العيار ويخرج عن السيطرة ويصير هو متحكم في الإنسان. هل هذا فعلا ممكن؟ أنا لا أرى ذلك يعني، وأحب أن أسمع إجابتك كونك متخصصة ومطلعة أكثر في هذا المجال. بارك الله فيك وجزاك الله ربنا خيرا. يكرمك يا رب ويبارك فيك. هو آمين. الحقيقة أن أخطر كائن على وجه الأرض هو الإنسان، و
آيات القرآن الكريم بتقول لنا يعني حتى إذا أخذ الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها جاءها بأسنا ليلا أو نهارا. فلحد آخر لحظة الآية دي بتقول لنا إن لحد آخر لحظة هيكون الإنسان هو المسيطر، ما قالناش إن في أي كائن تاني هيسيطر عليه، لكن المشكلة بقى في من بيدهم هذه التكنولوجيا، هي دي المشكلة. هما اللي دلوقتي بيوجهوا الأفكار، هما اللي دلوقتي بيبنوا المجهول، لكن فكرة إن يكون الآلة عندها وعي ذاتي أنا ما أعتقدش. يعني كان مثلا من شهرين كده قالوا إن في روبوت في كوريا انتحر، روبوت من الضغط العصبي انتحر. يعني هل ده منطقي يا جماعة؟ يعني هل احنا ممكن المفروض نصدق حصل عليه ضغط عصبي؟ طب احنا هو بني ادمين وعايشين ضغط العصبي وبنبنيه ومع ذلك محدش يعني ما انتحرناش. فهو كل الحكايه ان هو اخذ بعض الاوامر ان لما توصل لليمت معين من البيانات اقف واعمل ميت، لكن هو مش بنفسه ابدا، هو البيانات المدخله ليه هو بينفذها، بينفذ التعليمات اللي جايه له. احنا شفنا مثلا التجربه بتاعت نيكست ريمبرانت، عشان بس يعمل لوحه بيعملها ريمبرانت بمنتهى السهوله ومن غير دراسه بقى ولا كلام من ده، هو كان ده اسلوبه عشان نعمل نخلي الذكاء الاصطناعي يعملها. دخلنا له 165 ألف لوحة بس عشان يتعلم أسلوب ريمبرانت، كان يعني واتعملت في على ثلاث مراحل، وعشان بس يعمل ضربات الفرشة اتعملت 13 طبقة. طب حضرتك متخيلة إن إحنا كبني آدمين بننتج الإنتاج دوت بسهولة قد إيه؟ مش محتاجين كل ده، مش محتاجين غير الخبرات. فلا هو بيحتاج كم كبير جدا من البيانات بس عشان ينفذ الأوامر اللي بتروح له، مش كمان علشان يعمل حاجة جديدة. يعني فكرة الوعي بذاته ديت لا، ما أعتقدش إن هو هيوصل أبدا للوعي الذاتي. هو ممكن يوصل لنظرية العقل إن هو يبدأ يخلق علاقات مع البشر، لكن إن هو يتصرف من نفسه بدون أوامر من الإنسان لا. ما حد ممكن ينتج يعني مثلا بدمج البيانات ينتج بيانات جديدة، لكن ما يوصلش لدرجة الوعي الذاتي أو اتخاذ القرارات الشخصية دي. نعم دكتورة، بارك الله فيكم، جزاكم الله عنا كل خير. نعم أحبتنا الكرام، نصل الآن معكم لنشرح طريقة الحصول على شهادة هذه المحاضرة القيمة، وقد تم وضع جميع الروابط الخاصة بهذه المحاضرة في صندوق الدردشة الشات. طيب نشارك الشاشة الآن إن شاء الله. نعم أحبتنا الكرام، نقوم سوية بالدخول إلى محرك البحث جوجل ونكتب في خانة البحث منصة أريد العلمية، فتظهر بالصورة الواضحة أمامكم. بالنسبة للأعضاء المسجلين في المنصة فبإمكانهم الضغط على تسجيل دخول، تسجيل دخول، فيطلب منهم كلمة المرور والبريد الإلكتروني. أما بالنسبة للأعضاء الذين لم يسجلوا ولم يلتحقوا بعد بركب المنصة فبإمكانهم الضغط على سجل مجانا من أسفل الشاشة، سجل مجانا أو تسجيل حساب جديد. نعم يتطلب الأمر بضع معلومات بسيطة كالاسم باللغة العربية والإنجليزية، وكذلك بريد إلكتروني فعال وكلمة مرور وتأكيدها واختيار الدولة التي نحن بصددها. بعد ذلك نقوم بالضغط على التسجيل، طبعا قرأت وأوافق على شروط استخدام منصة أريد، وبعد ذلك نضغط على التسجيل. فتقوم المنصة بإرسال رابط لتأكيد الحساب إلى البريد الإلكتروني الخاص بنا، وبمجرد الضغط على هذا الرابط نؤكد الحساب ونصبح أعضاء رسميين في المنصة. وهناك شرح مبسط لعملية التسجيل مرفق في هذه الصفحة. ننتقل بعد ذلك إلى الصفحة الرئيسية للمنصة أو ما يسمى بالحائط، ونختار من الطرف الأيمن نظام عليم. نختار نظام عليم.
فننتقل إلى أقسام نظام عليم التي تظهر أمامكم، نختار منها المحاضرات القادمة. بعد ذلك ننتقل إلى المحاضرات ونجد فيها جميع المحاضرات التي قدمت وستقدم إن شاء الله في قادم الأيام. نختار المحاضرة التي نحن بصددها: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإبداع. ننتقل إلى الصفحة الخاصة بهذه المحاضرة، نجد هنا قبل ذلك زر مكتوب عليه التسجيل. نقوم بالضغط على زر التسجيل ومن ثم نقوم بتحديث الصفحة، فتظهر الروابط الخاصة للشهادة باللغتين العربية والإنجليزية. وبمجرد الضغط على إصدار الشهادة بأي لغة، ننتقل إلى الصفحة الخاصة بتحميل الشهادة، وبإمكاننا تغيير بعض المعلومات في الشهادة كإضافة اللقب العلمي وغيره. وطبعا هذه الشهادة برسوم رمزية قدرها 5 دولارات فقط، وهذه الرسوم هي لاستمرارية عمل المنصة. نضغط على تحميل الشهادة الإلكترونية، فننتظر ثوان معدودة ونقوم بعد ذلك بتحميل الشهادة. وإليكم النموذج للشهادة باللغة العربية، يظهر أمامكم الآن، وأيضا النموذج الخاص بالشهادة باللغة الإنجليزية. طبعا أحبتنا الكرام، لمن يسأل عن طريقة تعبئة الرصيد في المنصة، فبإمكانه الضغط على علامة الزائد، فننتقل مباشرة إلى القائمة الخاصة أو إلى الصفحة الخاصة بطرق تعبئة الرصيد. وهناك عدة طرق لتعبئة الرصيد، منها عبر أعضاء أريد أو البطاقة الائتمانية أو البايبال أو شركاء الحوالات المالية وعبر الويسترن يونيون. وأفضل طريقة هي شركاء الحوالات المالية التي تجدون فيها في كل دولة تقريبا شريك للمنصة. فهنا مثلا جمهورية مصر العربية تجدون فيها جميع الحسابات للمنصة أو شركاء المنصة. وهذه الرسوم لكل دولار تقريبا 20 جنيه، كل دولار 20 جنيها. نعم أحبتنا الكرام، أيضا سنعيد وضع الروابط الخاصة بهذه المحاضرة، وفيها رابط تقييم المحاضرة تجدونه أيضا، وبإمكانكم الدخول إلى رابط تقييم المحاضرة والإجابة على جميع الأسئلة، ومن ثم إرسال النموذج إلى المنصة لتقييم هذه المحاضرة. أيضا لمن أحب أن يستزيد ويعود إلى التسجيل، إن شاء الله غدا سنقوم برفع تسجيل هذه المحاضرة إلى الموقع الخاص للمنصة على اليوتيوب، الذي تم وضعه أيضا في صندوق الدردشة الشات، وتشاهدون جميع الفعاليات للمنصة. وهنا إن شاء الله ستجدون تسجيل محاضرتنا لهذا اليوم. نعم أحبتنا الكرام، في ختام هذه المحاضرة القيمة حول الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإبداع، نتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتورة منى عبد السلام حسن على ما قدمته من معلومات غنية ورؤى ملهمة. لقد أضاءت لنا جوانبا متعددة حول الإمكانيات الهائلة للذكاء الاصطناعي وأهميته في تعزيز العملية الإبداعية، إلى جانب الأخلاقيات الضرورية لتحقيق نتائج مستدامة ومسؤولة. لقد أتيحت لنا الفرصة اليوم للتعرف على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات التصميم والإعلان، وكيف يمكن للتقنيات المتقدمة أن تفتح لنا أبوابا جديدة للإبداع. كما تعلمنا أهمية الأخلاقيات والممارسات الصحيحة في توظيف هذه التقنيات لخدمة الإنسان والمجتمع. نشكر منصة أريد العلمية ووقف الذكاء الاصطناعي على تنظيم هذه الفعالية القيمة، والشكر موصول لكم جميعا على حضوركم واهتمامكم. نأمل أن تكون هذه المحاضرة قد أضافت إلى معارفكم، وأن تلهمكم للسير قدما نحو الابتكار وتبني تقنيات المستقبل بإبداع ومسؤولية. وفي ختام هذه المحاضرة نختم بكفارة المجلس، فنقول: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإلى فعاليات علمية تتجدد إن شاء الله، دمتم في حفظ الله ورعايته، ونستودعكم الله الذي في لا بس تضيع كان في ودائعه. سؤالين،
في سؤالين لقيتهم في الشات بوكس، حد سأل على الموقع الخاص اللي هو يقدر يتابع عليه التولز بتاعة الـ AI. أنا كتبت، أنا عملتها، مش عارفة إذا كانت موجودة في الشات بوكس، ظهرت له ولا لأ. والله ما ظهرت دكتورة. ما ظهرتش. أوكي ثواني. طيب هي دي ظهرت كده؟ نعم الآن ظهرت، نعم. تمام. وكان في حد بيسأل على وسيلة التواصل معايا. نعم. لا هو تمام. طبعا اللينكات انا حطيتها في اخر او ممكن تاخد سكرين شوت، هي هظهرها تاني. نعم أحبتنا، من أراد فهذه المواقع يأخذ لها سكرين شوت حتى يستطيع الدخول إليها مرة أخرى. ديت وسائل التواصل معايا، تقدر تاخد سكرين شوت لو حابب. تفضل أتمنى أكون دكتورة، جاوبت على كل الأسئلة. في حد تاني ما شفتش الأسئلة بتاعته أو حاجة؟ بارك الله فيكم دكتورة، ما في أسئلة. لا جزاك الله خيرا، شكرا جزاكم جزيلا. الله خيرا دكتورة، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب ذلك في ميزان حسناتكم. ربنا يكرمك يا رب، نعم جزاك أحبتنا خير. الكرام، إلى هنا تنتهي محاضرتنا، وحتى وإلى لقاءات تتجدد، فحتى ذلك الوقت نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.